لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفية الفلسطينية الأستاذة ريناد شرباتي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. الأوقاف ومدير دائرتها يعني سلموا قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، كيف تقرأين تزايد الانتهاكات الصهيونية ضد فلسطيني القدس في الفترة الأخيرة؟ نعم، بداية الاحتلال يحاول أو يعتقل كل شخص يحاول فتح باب مبنى باب الرحمة. بداية تم اعتقال اليوم رئيس مجلس الأوقاف الذي تجاوز عمره 70 عاما، تم اعتقاله لأنه شارك في فتح مبنى باب الرحمة يوم الجمعة. أيضا بالإضافة إلى الشيخ نازح بكيرات نائب رئيس دائرة الأوقاف، وأيضا تم اعتقال حراس المسجد الأقصى الذين قاموا بفتح مبنى باب الرحمة يوم أمس وأيضا اليوم. تحدث عن أكثر من 5 اعتقالات فقط على خلفية المسجد الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تهدد أيضا باعتقال المزيد على نفس هذه الخلفية. لكن يعني أشير أن ذريعة الاحتلال التي يستخدمها لاعتقال المقدسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب هو أنهم يفتحون منطقة يفتحون مبنى باب الرحمة وهو أمر غير قانوني بحسب السلطة الإسرائيلية، ولكن المحاميون الذين تواجدوا للدفاع عن المعتقلين على خلفية فتح مبنى باب الرحمة أكد أنه لا خلفية قانونية ولا منع قانوني يمنع من فتح منطقة باب الرحمة أو مبنى باب الرحمة، يعني وهو ما أكده المحاميون، خاصة أن الحظر هي للجنة الثلاثة التي كانت متواجدة داخل مبنى باب الرحمة قبل عام 2003، والآن لا وجود لهذه اللجنة، فليس هناك ما يمنع من فتح مبنى باب الرحمة. هذا الموقف الذي يعني أغضب المقدسيين بإغلاق مبنى باب الرحمة لمدة 16 عاما، وفي هذه الأيام قد اعتصموا ورابطوا أمام مبنى باب الرحمة حتى استطاعوا فتح هذه البوابة يوم هل سيمرر أستاذ ريناد هل سيمرر الاحتلال فتح باب الرحمة بشكل اعتيادي مع بعض الاعتقالات، أم أن هناك تصعيد كما قال يعني وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف العيس، قال بأنه خلال مرحلة مقبلة حذر من نذر قادمة ربما الاحتلال يدفع بحكومته تجاه تصعيد؟ نعم، يعني من الواضح أن هناك ارتباك في حكومة الاحتلال، خاصة أن كانت تهديدات قبل يوم الجمعة، بمجرد كان هناك دعوات لتواجد أمام باب الرحمة ولتكون جمعة غضب وجمعة نفير، قام الاحتلال باعتقال أكثر من 60 شابا من أنحاء مدينة القدس المختلفة لمنعهم من التواجد يوم الجمعة في منطقة باب الرحمة. بالإضافة أيضا بعد يوم الجمعة وعند عملية الفتح أيضا شن حملة جديدة أيضا للمقدسيين الذين شاركوا في هذا الفتح، و يعني التي شملت ايضا شخصيات مقدسيه ودينيه في مدينه القدس. يعني نفترض ان الاحتلال يحاول فدع المقدسيين بجميع الطرق، ولكن المقدسيون في كل يوم يزداد اعدادهم يوما بعد يوم في منطقه باب الرحمه. حتى هذه اللحظات المقدسيون يستعدون لاداء صلاه العصر بعد قليل امام مبنى باب الرحمه. استاذ ريناد، نعم، الى اي مدى ترين ان الاعتقالات الصهيونيه كما قال وزير الاوقاف الفلسطيني تعبر عن فشل وازمه لدى الاحتلال؟ نعم، يعني الاحتلال أمام عزيمة المقتل الذي تبقى له سوى أن يقوم بعملية الاعتقال، وأيضا يستخدم جميع المحاولات التهديدية يعني هناك من وصلته من قبل الشبان المقدسيين رسائل من جهات مجهولة، يعني يصيحون بأنها من قبل الاحتلال التي تحذرهم من التواجد أمام مبنى باب الرحمة وأيضا من الوصول إلى هذه المنطقة. الاحتلال يحاول يعني كل شاب مشتبه بأن يعني أو يسوق الاحتلال بأن تتواجد أمام مبنى باب الرحمة يتم باعتقاله، ولكن تفاجأ الاحتلال بتواجد عشرات آلاف المقدسيين يوم الجمعة أمام باب الرحمة، والذين استطاعوا فتح هذه البوابة أمام جميع محاولات الاحتلال بردع المقدسيين عن هذه البوابة. وصلت الفكرة الأستاذة ريناد شرباتي الصحفية الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.